بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتفق جميعا بأن لله سنن لا تتبدل ولا تتغير، ومن هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين مخلوقاته، فكما أنه فاضل بين البشر كذلك فاضل بين الأزمنة والدهور. فكما اصطفى من الأشهر الأربعة الحرم، اصطفى كذلك شهر رمضان، ومن شهر رمضان اصطفى العشر الأواخر، ومن هذه العشر اصطفى ليلة هي خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويكفي لهذه الليلة من شرف أن الله سمى سورة كاملة باسمها، ويكفي هذه الليلة أيضا من شرف أن كلامه العزيز نزل فيها. أيها الأحبة، ونحن نقترب رويدا رويدا من نهاية هذا الشهر المبارك، فإننا على موعد قريب بإذن الله تعالى مع هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان، والتي قال فيها ربنا ووصفها بأنها ليلة مباركة بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ولعل تسميتها بهذا الاسم يعود لأسباب عدة، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر في هذه الليلة مقادير الخلق في كامل السنة، ومنها أيضا أن هذه الليلة ليلة ذات قدر وشرف كبير. لماذا؟ لأنها ليلة نزل فيها كلام عظيم القدر بواسطة أمين وحي عظيم القدر على نبي عظيم القدر في ليلة عظيمة القدر، هي ليلة خير من ألف شهر. الفضائل التي تحوم حول هذه الليلة كثيرة وكثيرة جدا، ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كما جاء في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحثنا على ألا نضيع هذه الليلة، ألا نفرط فيها، فيقول لنا: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي هذا الكلام إشارة وتلميح منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة غير معروفة الزمان، وإن قال بعضهم أن في الليلة 27 أو غير ذلك، ولكنها تواردت النصوص النبوية على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وبالتحديد في الوتر من هذه العشر. وهذا ليس مني كما تعلمون، ولكنه من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. أيها الأحبة، إن التماس ليلة القدر لا يكون بقلب جاف
وبخلق سيء. إن التماس ليلة القدر التي هي أفضل من 83 سنة عبادة لا يكون إلا بقلب صاف تقي نقي، كما أخبر بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي نستمع إلى قصة حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن رجلان من الصحابة تلاحى، أي تخاصما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج ليخبرهم بليلة القدر، متى هي؟ في أي ليلة هي؟ فماذا قال؟ يقول الحديث: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، كما قلنا أي تخاصما تشاجرا، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالود والألفة والمحبة بين المسلمين شرط أساسي في تمام وكمال الإيمان، وشرط من شروط التي بها ترفع الأعمال الصالحة وتقبل من قبل الله سبحانه وتعالى. ولعل في خفائها حكمة، كما يقول الإمام البغوي أن في خفائها حكمة، ملخصه أن الله يريد من الأمة أن تجتهد في العبادة، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، كما أن الله أخفى ساعة الاستجابة يوم الجمعة، كذلك أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لكي يجتهد المجتهدون ويشمر المشمرون ويتنافس المتنافسون، ليس في أمر وعرض دنيوي، ولكن في أمر يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم. وصدق الله العظيم حين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيكم وشكرا لكم، ولا تنسوا الصدقة الجارية، قناتكم هذه القناة التي لا تبتغي مما تقدمه لا جزاء ولا شكورا، وإنما دعمكم هو باب من الأبواب التي بها تواصل عطاءها وتواصل دعوتها إلى الخير والبر والتقوى. بارك الله فيكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.